ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. في حلقة النهاردة هنتعلم ازاي نسأل عن الوقت بالانجليزي وازاي نقول الوقت بالانجليزي، وكمان هنتعلم ازاي نسأل حد النهاردة ايه او امبارح كان يوم ايه او بكرة هيبقى يوم ايه في ايام الاسبوع بالانجليزي، وكمان هنتعلم ايام الاسبوع وشهور السنة بنطقهم الصحيح في اللغة الانجليزية. انا اسمي احمد حسن وانتوا تتفرجوا على كورس تعلم اللغة الانجليزية من الصفر على Learn Different Academy. لو عايز تسأل حد عن الوقت بالانجليزي هتسأله ببساطة وتقوله What time is it? 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 دورك. ولما يجي يجاوبك بالانجليزي هيقولك it's وبعدين هيقول الوقت. فمثلا لو الوقت اللي احنا هنقراه هو الوقت اللي ظهر قدامنا على الشاشة دلوقتي فهنقول it's وبعدين هنقول الساعات، يعني مثلا الساعة 10 فهنقول it's 10 وبعدين هنقول الدقايق it's 10:15 it's 10:15 it's 10:15. دورك. هدي لك 5 ثواني تحاول تقرا ال3 ساعات دول، ولو ما عرفتش انا هقراهم. الاولانيه دي it's 5:13 والثانيه it's 10:20 الثالثه it's 5:35. ده بالنسبه للجزء بتاع ازاي تسال حد عن الوقت بالانجليزي وكمان ازاي تقراه بالانجليزي. لو عايز تسأل حد امبارح كان يوم ايه في ايام الاسبوع او النهاردة ايه في ايام الاسبوع او بكرة ايه في ايام الاسبوع، محتاج الاول تعرف هي ايه ايام الاسبوع. ايام الاسبوع بالانجليزي بمنتهى البساطة هي ابتداء من السبت لحد الجمعة، من اول السبت لحد الجمعة هنقولها بالشكل ده Saturday Saturday Saturday. ممكن تقولها Saturday عادي، بس الافضل في الامريكان اكسنت انك تقولها Saturday Saturday Saturday. دورك. الاحد اللي هو يوم الحد اسمه Sunday 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 Sunday. دورك. الاثنين او يوم الاثنين اسمه Monday 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 Monday. دورك. والتلات او الثلاثاء هيبقى Tuesday. خلي بالك هو مسموش Tuesday، لا اسمه Tuesday 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 Tuesday. دورك. يوم الاربع بقى ده اللي فيه ناس كتير جدا بتنطقه غلط، نطقه الصح هو Wednesday. حرف الدي اكنه مش موجود خالص، ما بتقولش Wednesday، لا بتقول Wednesday 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 Wednesday. دورك. يوم الخميس هو مش Thursday بقى، لا اسمه Thursday 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 Thursday. مش ثرز لا ولا ثرز، لا اسمه Thursday Thursday Thursday. دورك. يوم الجمعة ده بقى سهل جدا وهو Friday 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 Friday. دورك. دلوقتي هعيدهم تاني، هسيب لك ثانية بين كل واحد وواحد حاول تقول ورايا Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday. ولو عايز تسأل حد هو امبارح كان ايه في ايام الاسبوع هتقوله What day was yesterday? What day was yesterday? What day was yesterday? What day was yesterday? دورك.
وهو لما يجي يرد عليك هيقول لك it was Sunday, it was Monday, it was Thursday, it was Wednesday, وهكذا. دورك. اما لو عايز تسأل حد النهاردة ايه في الايام الاسبوع هتقول له what day is today, what day is today, what day is today, what day is today. دورك. فهو هيقول لك it's Saturday, it's Sunday, it's Wednesday, وهكذا. دورك. اما لو عايز اسألك عن بكرة هيبقى ايه هيقول لك what day is tomorrow, what day is tomorrow, what day is tomorrow. طبعا في طرق تانية علشان يسأل عن بكرة هيبقى يوم ايه، بس دي اسهل طريقة بالنسبة لك وابسط طريقة، فهتقول بمنتهى البساطة what day is tomorrow. دورك. فهو هيرد عليك علشان يجاوب السؤال ده وهيقول لك it's Saturday, it's Sunday, it's Monday، وهكذا. دورك. اخر حاجة هنتكلم عنها في حلقة النهاردة وهي شهور السنة. شهور السنة بسيطة جدا، هقول كل شهر وهسيب لك 3 ثواني بعديها تقول انت ورايا. جاهز؟ يلا بينا. اول شهر هو شهر يناير، اسمه January، 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 January. دورك. فبراير اسمه February، 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 February. دورك. شهر مارس اسمه March، 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 March. دورك. شهر ابريل اسمه April، 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 April. دورك. ومايو اسمه May، 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 May. دورك. وطبعا شهر يونيو اسمه June، 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 June. دورك. وشهر 7 اللي هو يوليو اسمه جولاي، 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 جولاي. دورك. وطبعا شهر اغسطس اسمه اوغست، 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 اوغست. دورك. سبتمبر اسمه September، 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 September. دورك. وشهر أكتوبر اسمه October، 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 October. دورك. وشهر 11 اللي هو شهر نوفمبر اسمه November، 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 November. دورك. واخر شهر اللي هو شهر 12 اسمه December، 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 December. دورك. وبس، وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة. اتمنى تكون استفدت منها. مهم جدا عشان تستفيد من الكورس ده انك تستخدم الحاجات اللي انا بعلمها لك في الكورس في انك تطبقها في حياتك اليومية. اعمل 10 دقائق في يومك كل يوم في انك تطبق الحاجات دي مع نفسك، انت مش محتاج حد يتمارس معاه، كفاية قوي انك تمارس مع نفسك. اسأل السؤال لنفسك وجاوب انت كمان عليه، وسجل صوتك وانت بتتكلم واسمع، وحاول تقارن اللي انت سمعته اللي هو اللي انت قلته باللي انا قلته، وحاول تعدل وتحسن النطق، هتلاقي نفسك اتحسنت كتير جدا، وانت قدامك فرصة كبيرة جدا انك انت تبقى ممتاز في اللغة الإنجليزية. كان معك أحمد حسن من Learn Different Academy، وأشوفك في الحلقة الجاية.